Mini real islands. طيب لو افتكرتوا ان الرحله دي وان واي يعني هنروح نقعد مش هنرجع تاني ايه الاخبار؟ مفيش لا لا اوكي قبل ما اتكلم عن الرحله وليه احنا عايزين ناخد فتره زي دي الكونسيبت بتاع space in general concept ده concept غريب جدا وانا صغير في المدرسة كنت دايما بسأل هو ليه في كواكب تانية؟ ايه الحكمة من كده؟ اكيد ربنا خلقها لسبب مفيش حاجة موجودة في الكون من غير سبب بس هل في ناس عايشة مثلا على كواكب دي؟ فكانوا المدرسين بتوعي بيقولوا لي وانا صغير لا مفيش حد غيره ماشي جميل بس what's the point؟ ليه ربنا خلق الكون كبير قوي 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 وفي مجرات وكواكب ونجوم وشموس في حاجات كتيره جدا وحاجات احنا ما نقدرش نوصلها وحاجات يا دوبك بنعرف نشوفها ايه الهدف منها ليه ربنا ما خلقش الكون هو الكوكب بتاعنا بس وليه ربنا لما خلق الكون كبير كده كان يقدر ما يعني ما يديناش الباس ان احنا نخرج بره السماء بتاعتنا ويبقى عندنا رواد فضاء ونبتدي نستكشف ونعرف بس هو امر بكده وسمح لنا بكده وسمح لنا ان احنا نسال اسئله كتيره جدا. من وانا صغير بحب علوم الفضاء بشكل رهيب وكان زي معظم الاطفال في الوقت ده كان نفسي اكون رائد فضاء بس زي ما كان يوسف حتى بيتكلم وبيقول انه احنا عندنا موضوع سبيس اندستري او استرونومي عامه قليل جدا في الوطن العربي عامه مش في بلدنا بس اكشلي مش في الريجن بس ده في القاره بتاعتنا كلها. الموضوع ده بالنسبه لي موضوع غريب سبيشالي ان احنا اجدادنا الفراعنه السماء كانت كل حاجه بالنسبه لهم. فما بقتش فاهم ازاي الارض اللي طلعت ناس بتحب السماء بالطريقه دي بالنسبه لها السماء دي حاجه مهمه جدا النهارده احنا مش بنهتم بالسماء خالص. مع ان لو اي حد فيكم سافر في الصحراء في دهب ونويبع كل الكلام ده في الساحل حتى بالليل بعيدا عن السيتي يعني بيشوف السماء جميله قد ايه. وحتى ما بنبقاش بندرس العلم ده في المدارس خالص. ودي حاجه بالنسبه لي مش مفهومه. طيب ليه عايزين نروح كوكب المريخ؟ الحقيقه الناس الامر مغلوط عليها في حاجات كتير، في ناس كتير فاكره يعني انا مره اتسالت في التلفزيون ما اقدرش انسى الحوار ده ابدا اذا كنت عايز اروح المريخ عشان انا متضايق من الاوضاع السياسيه في البلد. كان على هوا ما عرفتش ارد اقول ايه يعني. في حد تاني قال لي هل مثلا عاطفيا انت شويه متضايق يعني في حاجه مثلا مضطهد في المدرسه مثلا ويعني بالنسبه لي لما ببقى متضايق بسافر يعني بنسافر الساحل بنسافر مش محتاج استبدل كوكب الارض بكوكب تاني عشان بس افك عن نفسي شويه وكان نوعين من الاسئله مفهومه بالنسبه لي في الميديا بتاعتنا لان احنا ما عندناش ثقافه الاسترونومي او سبيس ان جنرال. سببين هتكلم عليهم النهارده من الاسباب كتيره جدا اللي خلينا بنبص لكواكب ثانيه مش بس مارس. السبب الاولاني هو الساينس او العلوم. كوكب المريخ بالتحديد بعد ما الانسان اكتشف ان في هنا كوارث طبيعيه كتيره مش بنقدر نحلها ومشاكل في الكوكب بتاعتنا احنا السبب فيها. زي ما في ناس بتبوظ في ناس بتحاول تحل. ففكرنا ان جزء من حل المشكله ان احنا ندرس الكواكب او جيراننا في المجموعه الشمسيه ونفهم التغيرات اللي حصلت فيهم، حصلت ازاي؟ احتمال كبير جدا نلاقي حلول للمشاكل اللي بتحصل عندنا منها الزلازل والبراكين ازاي نقدر نتوقع الكلام ده قبل حدوثه ف نتفادى خسائر كبيره جدا
ولو المشاكل الطبيعيه ما لهاش حل ايه البديل ولا هنفضل معاني كده على طول. في ناس بتفكر طول الوقت ومارس كان is the perfect candidate لان مارس فالمريخ في البداية بتاعته من مليارات السنين في نشأته كان كوكب شبه الأرض بالظبط، كان كوكب لونه أزرق وكان كوكب مليان وديان وعليه أوشنز أوف واتر، وكان كوكب دافي عنده مجال مغناطيسي عنده أتموسفير أو غلاف جوي. وفجأة حصل فيه تغير وابتدت كل الحاجات دي تتلاشى، وبقت درجة الحرارة النهاردة على مارس اليوم العادي 64 تحت الصفر. ده والشمس طالعة، يعني لو خرجت قلت تمام لا في شمس بره احنا بنتكلم 60 70 تحت الصفر. فلو كان في أي شكل من أشكال الحياة زمان على مارس أكيد انتهت بسبب اللي حصل، لأن الغلاف المجال المغناطيسي بتاعه تلاشى تماما، ف الاتموسفير ابتدى يتوفر، ما بقاش فيه حراره، المايه اللي كانت موجوده عليه اتجمدت ونزلت تحت للسيرفس. فاحنا محتاجين نفهم هل التغير ده هيحصل للمريخ بس حاله كده يعني، ولا كل الكواكب اللي بالمنظر ده بيكون المستقبل بتاعها زي مارس دلوقتي. والهدف من كده ان احنا نفهم الكوكب بتاعنا مستقبله شكله عامل ازاي. وكده كده لو حتى لو تأكدنا ان مستقبل الارض بالمنظر ده فدي حاجه اتس نوت ان اور لايف تايم، يعني دي حاجه هتحصل لو هتحصل كمان مليارات من السنين. بس دايما في ناس بتحاول تبتدي بالخطوه الاولى في الفايل بتاع حل المشكله. مش بس كده، في سؤال تاني مش بينين العلماء بره من زمان، يعني المفكرين، يا ترى احنا لوحدينا في الكون ولا في حد ثاني غيرنا؟ واحتماليه وجود اي لايف فورم في السولار سيستم بتاعنا بره كوكب الارض عاليه جدا في كوكب المريخ، عشان السبب الاولاني اللي انا قلت عليه، و انه النهارده بالتكنولوجي عندنا ساتلايتس بتلف حوالين مارس بتورينا التوبوجرافي بتاعته بتاخد صور كتير، بنقدر نفهم ايه اللي تحت السطح، بندور على سيجنالز معينه، في روفرز اكشلي موجوده على مارس، في تو روفرز، الروفر ده حاجه عامله زي العربيه اللي هي ست عجلات بيبقى عليها انسترومنتس كتير وحاجات بتحفر وحاجات كاميرات بتصور وبتبعت لنا الداتا بعد ما بتعمل انالايز. فمن السبعينات الكلام ده بيحصل وابتدينا نعرف حاجات كتيره جدا عن المريخ، واخيرا اكتشفنا ان في مش بس في ميه كتير تحت سطح المريخ، ده في اتس رانينج ووتر ليكويد فورم، يعني احيانا بيشوفوها نازله من على الجبال اوكيجنلي في السنه يعني. وفي رول كده ان سبيس يعني اكشلي ان لايف دايما يقول لك لو لقيت ميه في حته 100% هتلاقي حياة. بس احنا لما بنتكلم على لايف فورم او مارس اكيد مش هنلاقي سمك في المايه. بنتكلم على سنجل سيلد مايكروبس، حاجات بدائيه جدا. طب هل ده اكتشاف لو لقينا حاجه زي كده؟ طبعا اكتشاف كبير جدا، لان ده هيفتح باب كبير مش هيتقفل، وهو ايه؟ نمره واحد، احنا مش لوحدنا في الكون. نمرة اثنين، انه مش شرط ان اللايف فورم بتاعنا ده يكون هو اللايف فورم الوحيد. يعني لو لقينا مايكروبس او بكتيريا او حاجه في السولار سيستم بتاعنا محتاجين ندرسها، نفهم عندها دي ان اي، عندها جينات ار ان اي ريبليكيشن، كل الكلام ده نفس البروسيس بتاعتنا، لان كلنا على الكوكب ده زي بعض. It doesn't matter if you're a man, a tree or a dolphin. كلنا عندنا نفس الأمينو أسيدز وكل الحاجات. فهل هو ده الشكل الوحيد ولا احنا شكل واحد من اشكال كتيره جدا في الكون؟ ودايما في احتماليه ان احنا ما نلاقيش اي حاجه. بس you never know غير لما actually توصل لكوكب المريخ وتبتدي تحفر. وزي ما قلت في روفرز موجوده اوريدي، بس الروفرز دي مع انها محطوط فيها اقوى تكنولوجيا في كوكب الارض من احسن المهندسين في ناسا والعلماء عشان يعملوه،
ما بنقدرش نستفيد منه كتير وهو على كوكب زي المريخ لأسباب كتيرة منها إن هو بطيء جدا جدا وهو مصمم إن هو يكون بطيء عشان وهو ماشي ما يتكسرش أو ما يحصلوش حاجة لو السرعة عليه. نمرة اتنين في ترانسميشن ديلي بيننا وبين كوكب المريخ حوالي 20 دقيقة أون أفريج ديبينز يعني على موقعه فين من الأرض بس أقرب حاجة 3 دقايق إن السيجنال توصل وأبعد حاجة حوالي 45 دقيقة إن السيجنال توصل. فما فيش ريل تايم كوميونيكيشن. يعني في وقت من الأوقات لما يكون في رواد فضاء موجودين على كوكب المريخ أو ناس عايشة على كوكب المريخ مش هنقدر بالتكنولوجيا بتاعتنا دلوقتي إن احنا نتواصل معاهم إن ريل لايف سكايب مثلا أو تليفون أو الكلام ده. ايميلز ينفع مش مهم انت بتبعت الايميل يوصل كمان ساعه ما يهمش. فيديو مسجنج كل الكلام ده. فالروبوت نفس الموضوع. الروبوت لما تحب تقول له ادخل يمين يدخل يمين كمان تلت ساعه. وواحد من الروفرز الموجوده على مارس دلوقتي اسمه كيوريوسيتي كان انطلق في 2011 ووصل في المريخ سنه 2012 بقاله يعني بنتكلم 6 سنين. اعتقد مشي حوالي توتال يعني حوالي 20 كيلو. يعني الماراثون عندنا بنخلصه في 3 ساعات 42 كيلو. فلك ان تتخيل ان ياس عندنا تكنولوجي فيري ادفانسد بتخلينا نوصل روبوت لكوكب تاني في المجموعه الشمسيه ولكن بطيء جدا والحركه بتاعته بحساب بشكل انتم مش متخيلينه. فاكيد وجود الانسان هيتسرع البروسس بشكل رهيب. خصوصا ان الروفر ده مش ديسيجن ميكر ما بيعرفش ياخد القرار. فلو جه واقف في النص وقدامه طريق ناحيه الشمال وطريق ناحيه اليمين ما بيعرفش يعمل ايه بيعرف اتصرف ازاي. فكل اللي بيقدر يعمله ان هو ياخد صوره ويبعتها للناس هنا ناس تبص على الصوره ويقعدوا يعملوا ميتنج احنا عايزين بقى الناحيه دي ولا الناحيه دي اصل الناحيه دي الجبل شكله كذا اصل هنا في احتمالات مينرالز مش عارف ايه وفي ده تشاور ايام وفي الاخر اما بيستقروا بيقولوا له اعمل كده. في نفس ذات الوقت لو انسان موجود ومتمرن ودارس كويس is up for the mission يعني وجه في موقف زي ده هو اللي هيقدر يقرر الناحيه دي ولا الناحيه دي وفي 10 ثواني هيكون اخد القرار والبروسس هتبقى اسرع كتير جدا 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 بوجود الانسان. السبب الثاني ده سبب خاص بالنسبة لي أنا، أنا اتكلمت عنه بريفلي هو الفراعنة. أنا بجد بحب الناس دي جدا وقريت عنهم كتير جدا واكتشفت إن كل المونيومنتس أو كل الحاجات اللي بيبنوها حتى الانكلودنج الأهرامات مش بس المعابد دايما ليها علاقة بالسماء ودايما مرتبطة بالنجوم وحركة الكواكب ولما بيظهر النجم الفلاني ده معناه بداية السنة مش عارف إيه ولما بيظهر النجم الفلاني ده موسم الفيضان وكانت السماء بالنسبة له حاجة خطيرة. أعتقد كلنا هنا ممكن يعني أكيد متأكدين إن الفراعنة كانوا أذكى من أي بني آدم موجود عايش معاهم. فليه الناس دي كانت بتفكر في السماء وإحنا النهارده السماء دي مش بتبعنا خالص؟ فطبعاً لما كمان عرفت معلومة إن مستشرقين القدماء المصريين يعني الأسترونومرز عندهم كانوا اكتشفوا أو إدوا أيدنتيتي لكوكب المريخ. هما ما كانوا عارفين ده كوكب بس هما كانوا شايفين ان هو لونه احمر. على فكره يمكن سبوت يعني تقدر تشوف المريخ في السماء دلوقتي يعني هو ظاهر كام شهر كده زي النجمه بالظبط نور صغير بس هو لونه احمر شويه. فلما شافوه ادوله ايدنتيتي وكانوا متاكدين ده حاجه مختلفه عن بقيه النجوم. فلما لقيت ميشن زي بتاع مارس 1 الكومباينز الحاجتين اللي بحبوهم التاريخ بتاعنا واسترونومي لان انا كنت عايز ابقى اكون رائد فضاء من وانا صغير ما ترددتش. في 2013 قدمت في البروجرام وكان بالنسبه لي حاجه صعبه جدا فكره ان هم ممكن يقبلوني. اولا بعد ما قدمت هي كانت حاجه طويله جدا الابلكيشن عملت الابلكيشن وأسئلة طويلة ورخمة وقعدت جاوبت على كل حاجة وما كنتش فاهم هما الأسئلة دي هتفيدهم في إيه يعني. و بس أنا مش خبير يعني عمري ما قدمت في حاجة ليها علاقة بعلوم الفضاء. وكان مطلوب فيديو معين 70 ثانية أجاوب فيه على 3 أسئلة والفيديو ده على فكرة وقع فيه ناس كتير لأن في ناس عملته أطول من 70 ثانية فكانت
الابلكيشن بتاعتهم بتترفق اوتوماتيكلي. دي من اول الحاجات اللي كانوا بيبصوا عليها بس من قبل ما يتكلموا مع اي بني ادم انت مركز في الريكويرمنتس ولا لا. وبعد ما قدمت وعملت سبميت قعدت 4 شهور ما سمعتش خالص اي حاجه وقلت خلاص هم اكيد انا نسيت البروجرام اكشن واكيد هم نسوني او ما تقبلتش او قعدت بقى الف في دماغي كده. وفي الاخر بعد 4 شهور لقيتهم بعتني ايميل وبيقولوا لي ان احنا هنقدم 202,000 بني ادم من كل حته في العالم اكثر من 140 دوله تقريبا واحنا هنختار 0.5% بس فور راوند 2 اللي هو 1000 كان 1058 وجنبك واحد منهم. فانا ما فهمتش ليه هم اختاروني يعني طبعا مش حاجه اقول لكم انا قريت الايميل ده يجي 100 مره اتاكد واتاكد ان الاسم صح ومكتوب يعني بس انا بيني وبين نفسي انا ما كنتش عارف هم اختاروني ليه وما كنتش فاهم ان هم ممكن يختاروني لاسباب كتيره جدا اعتقد ممكن كلكم تساندوني فيها. اولا انا كنت بدرس كمبيوتر وبعديها درست اعلام حتى ما لهمش علاقه دايركتلي بعلوم الفضاء وحتى يعني لو كنت نابغة جامعاتنا هنا ما هياش اقوى جامعات على مستوى العالم when it comes to space industry. عربي مسلم اسمي محمد I'm not a scientist, I'm not an engineer. عمري ما قابلت رائد فضاء سلمت عليه حتى عمري ما اتفرجت على صاروخ احضر لونش عندنا هنا في مصر. ليه هختاروا شخص زي مش عارف بس اللي حصل ان هم اختاروني في الراوند 2 وما كنتش فاهم قوي ليه بس قلت تمام خلاص هنكمل. راوند 2 دي كانت اصعب شويه قتلنا اوراق كتير كانت مطلوبه مننا بتثبت ان الحاله الصحيه تمام فبتروح تعمل تحاليل معينه هم بيطلبوها منك. ثلاث ارباعها ما كانش بتعمل في مصر اصلا مش موجود عندنا يعني وفي اللحظه دي كانت اول مره اكتشف ان فعلا اللي بيبقى عايز حاجه من قلبه ما يخليش حاجه توقفه. فاللي حصل ان انا بعت لهم ايميل وقلت لهم بصوا يا جماعه انا موجود على مكان في الخريطه ما فيهوش اللوجري بتاعت ان انا اروح اعمل التحاليل خلاص انها لو موجوده هتبقى مكلفه جدا وانا الحقيقه مش عايز الحلم بتاعي يقف على شويه ورق فساعدوني. اعتقد ان لو كانت اي شغلانه بقدم فيها لقيت فيها اي حاجه واحده مش عندي كنت هنفض خلاص مش عارف هعمل ايه اتصرف ازاي يعني حاجه مش موجوده في مصر كنت هاخد بس عشان انا عايزها بعت الايميل ده والناس اكشلي متفهمه جدا ردت عليا وقالت لي في 5 أو 6 حاجات معينه دول كريتيكال لازم تروح تعملهم وهتلاقيهم موجودين في اي بلد فبليز اعملهم واحنا نفهم خصوصا ان انا كنت كاتب في الابلكيشن بتاعتي ان انا باسكت بول بلاير يعني كنت بلعب باسكت اكتر من 15 16 سنه فعندهم صوره كده ان ده شخص رياضي يمكن في حاجات كتير ممكن ما اكونش عارفها. فرحت عملت الورق ده وبعته وتاكدوا ان كله تمام وبعدين ابتدينا نذاكر حاجات كتير وانا اكتر واحد في الكون بيكره المذاكره. في حد هنا كمان بيكره المذاكره غيري؟ لا ما بكرهش المذاكره. بحب المذاكره. بحب المذاكره. بحب المذاكره. بحب المذاكره. بحب المذاكره. بحب فقعدت اذاكر حاجات كتيره جدا عن الكون استروفيزيكس ميديسن انجينيرنج حاجات عن مارس مقارنات كتيره بينهم وبين الارض the life of the astronaut on Mars ايه المشاكل اللي هنواجهها ك يعني بني ادمين لما نروح لكوكب تاني في المجموعه الشمسيه. قعدت اذاكر حوالي 6 شهور وكنت بذاكر كل يوم الحقيقه حتى وانا في الشغل وانا في البيت واحيانا كنت يعني اصحابي يقولوا لي تعالى نسافر للمكان الفلاني اقول لهم لا عشان انا عندي اختلط اي اعذار وانا ما كانش عندي اي مشاكل ان انا اسافر بس انا كنت مبسوط قوي قوي اللي انا قاعد بقراه وبذاكر عشان هي دي الحاجه اللي انا بحبها. وانا كنت قاعد بذاكر الحقيقه مش عشان عندي امتحان اخر السنه او في واحد واقف على باب العصايه بره انا كنت بذاكر عشان I'm enjoying what I'm reading وما كنتش مستني منه اي مقابل. اعتقد ان لما من الدروس اللي اتعلمتها لما بتدي 100% حط قلبك في كل حاجه قدامك انت بتحبها وانت مش مستني منها مقابل ربنا بيفتح لك ابواب كتير جدا. اللي حصل بعد كده ان كان عندنا امتحانات في الحاجات اللي ذكرناها وبعد الامتحانات الرقم ده نزل من 1700 تقريبا
بعدين نزل 660 مش فاكر كانت ايه الترانزيشن فيز. وبعدين 660 دول عملوا انترفيو 1 اون 1 مع شخص واحد. الراجل ده هي شغلته ان هو يدرب رواد الفضاء في ناسا وجاكسا اللي هي الجابانيز سبيس ايجنسي على اللونج ديوريشن سبيس فلايتس. ان في المستقبل لما الانسان يبتدي يروح الفضاء لرحلات سنوات طويله محتاج سايكولوجيكال تريننج معين. فالراجل كان بيدربهم على الحاجات دي 17 او 18 سنه. فالراجل اصلا لما تشوف تاريخه بس تتخض ان انت هتقعد تتكلم معاه. وكان الانترفيو بتاعي مدته 8 دقايق بالظبط. وانا كنت معترض جدا ان 8 دقايق دي انا متاكد مليون في الميه ان الراجل ده مش هيقدر يحلل شخصيتي في 8 دقايق. يعني ايه؟ يعني ايه اقعد اذاكر سنه ومستقبلي كله واقف على 8 دقايق؟ It doesn't make any sense. It's not fair. وبعت لهم الكلام ده وردوا عليا مش فاكر الايميلات طبعا دلوقتي بس somehow اقنعوني ان احنا عارفين احنا بنعمل ايه مالكش دعوه. ودخلت الثمان دقايق دول قاعد قدام الراجل. الراجل الحقيقه كان انا كنت بفتكر سكايب بيفريز كل شويه لان هو ابتسامه ملهاش اي لازمه من الاول. فانا دلوقتي راجل متوتر وعمال بذاكر مستقبل مشاريع على اكتافي وبتاع. انت بتضحك ليه؟ مش فاهم. هاي يا فندم اعمل ايه؟ طيب هنبتدي يلا جاهز اوكي. ابتدى يسالني في اسئله من الحاجات اللي كنا بنذاكرها وابتديت اجاوب عليهم. ده انا متاكد مليون في المئه ان اي سؤال هيسالوني اجاوب عليه. وبعدين جه بيسالني على سؤال كده معين انا مش عارف هو رايح بالسؤال ده على فين. متاكد ان انا ما قريتش اي حاجه ممكن يبقى ده السؤال بتاعته. فابتديت اتوتر لانه اخيرا اللحظه اللي انا مستنيها كان بقالي ات ذيس بوينت مثلا سنتين في البروجرام ولازم انجح. ما عنديش اي بديل تاني، هي دي فرصتي. فهو بيسال السؤال ابتديت اتوتر وانا عارف ان انا مش عارف الاجابه. وفي الاخر اول ما خلص سؤال قلت له اي دونت نو. فالراجل كان باصص في ورقه كده فقام رافع عينه وقال لي يعني فكر. فقلت له الحقيقه ما اعرفش مش هفكر. فقال لي يعني طب خمن يعني هل هو رقم كبير ولا رقم صغير؟ قلت له لا مفيش خمن، هو يا اما انا عارف الاجابه يا اما مش عارف الاجابه. فانا الحقيقه مش عارف الاجابه مش عايز اضيع وقت حضرتك ولا وقتي بس I don't know. فقام ضاحك ضحكه ارخم منه كده وقام قال واو وبصص في الارض وعامل كده. فانا ترجمت انه اتضايق مني ان هو بيحاول يديني فرصه وانا مش عايز الفرصه. عمال يقول لي طب حاول طيب جرب. وانا قلت خلاص ديفينتلي هي دي اللحظه اللي انا بوظت فيها الموضوع كله. وابتدت عبله كامل اللي جوايا شباب تطلع في الانترفيو وخلاص انا مش سامع اي كلام هو بيقوله. انا عمال افكر ان انا بوظت كل حاجه. قال لي لما هيسالني ثلاث اسئله بدل السؤال ده معرفش ليه يعني. وسالهم لي كنت عارفهم كلهم جاوبت عليهم كلهم. وبعدين ابتدى يسالني اسئله بتاعت وات اف سيتويشنال بقى. فكان سؤال منهم لو الكرو بتاعك الكرو بيبقى اربعه وانتوا رايحين في طريقكم لكوكب المريخ اللي احنا بتبقى حوالي سبع شهور او تسع شهور depends on the angle يعني. وجاي في النص حد من الكرو بتاعك مات هتعمل ايه؟ فانا كمصري بيحب الفكاهه قمت قايل له هاخد السرير بتاعك. فهو كان باصص برضه في الورقه فعمل كده ومبرق. فانا اتوترت كنت عايز اقول له يعني دعابه ابو خالي يعني ما فيش حاجه هتدور على طول في 60 فرصتي. بس هو قطم ولم سالني سؤال تاني على طول. توترت زيادة. بعد ما خلص الثمان دقايق كل اللي بحكي له كده كان في الثمان دقايق بس انا بالنسبه لي كانوا سنه. فاول ما خلص الانترفيو قال لي اوكي. كان الكلام ده في شهر يناير. قال لي كمان شهر ونص هنعلن النتيجه وهنختار من 660 100 بس. و100 من 660 دي كانت اصعب بكتير من ال1000 من 200000.
يعني في 200,000 ناس كتير ده جنرال بول يعني ناس كتير قدموا خلاص ان 660 دول كنا وصلنا راوند 3 خلاص ناس فاهمه هي عايزه ايه فما دي كانت صعبه جدا وانا قلت اكيد بقى في الشهر ونص دول كل الناس الثانيه 659 جابوا كل الاسئله ودي ناس بتذاكر وانا 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 فضلت الوم نفسي بعدين في يوم كده مش عارف انا صحيت من النوم معرفش ليه متسامح مع نفسي تماما وانا رايح الشغل بلبس البدله الصبح انت قايل لنفسي في المرايه انت هتنجح انا الحقيقه معرفش ليه قلت لنفسي كده بس قررت من يوميها ان انا اقنع نفسي ان مفيش اي حد من الناس التانيه بيحب الفضاء اكتر مني مش مهم ممكن تكون ياس درسين في هارفرد درسين في اوكسفورد مش عارف ايه بيشتغلوا اكشن في بروجكت مع ناسا بس انا متاكد انه ما حدش بيحب علوم الفضاء اكتر مني او ما حدش عايز النشر دي اكتر مني ممكن يبقوا زي ديفينتلي بس مش اكتر مني وهتنجح يا سلام هو ده اللي كنت بقوله لنفسي كل يوم واكتشفت بعد كده يوم ما نجحت ان الراجل لما كان بيقول واو وانا ترجمتها ان انا برمي الفوطه ان هو كان مبسوط قوي 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 ان انا ما فاتتش انا كومينيكيتد البروبلم وقلت لهم انا ما اعرفش ودي ان ذا سبيس اندستري حاجه يعني كبيره جدا بس انا عمري ما فهمت حاجه زي كده احنا هنا متعودين على الفاتي طبعا فين يا باشا الاستاذ القاهره خش يمين في الشمال يطلع فوق ينزل فوق يعني دي حاجه يعني فانا عندي الحقيقه قلت لهم ما اعرفش على طول ما عنديش فكره بس هو اتبسط قوي بقى مني وانا ترجمتها طبعا حاجه ثانيه خالص والفكره من الثمان دقايق ما كانش ان انت تجاوب صح او غلط هو كان بيدرس البودي لانجوج بتاعتك الريسبونس بتاعك هتتصرف ازاي في المواقف كل الكلام ده وجم يوم 13 فبراير قالوا احنا هنبعت الايميل ل 660 ال 100 اللي اخترناهم والباقي لو سمحت لما يجيلكوا الايميل ما تقولوش لاي بني ادم عشان بعدين ثلاث ايام هنعلن النتيجه رسمي في الصحافه بس هنقول لكم على النتيجه اللي هي ثلاث ايام عشان الناس اللي نجحت فيه شويه حاجات تفرق. يوم 13 كان يوم جمعه انا طبعا قعدت اقول ليه 13؟ وكانت المفروض الميل هيوصلني في توقيت مصر حوالي الساعه 1:30 كان بعد صلاه الجمعه مش قادر اقول لكم تقريبا اولموست يعني هاد المؤذن يعني يوميها وقعدت ادعي بعد الصلاه ما خلصت وخايف اطلع الميل بس كان لازم اطلع عشان افتح الايميل واشوف انا عملت ايه طلعت واول ما جالي الميل بعد ما طلعت خمس دقايق جيميل بيقوم عامل تن كده لو انت فاتح جيميل وجاي ميل بيعمل صوت تن دي كانت حد ضرب مدفع في وداني يعني قال لي بقى خطيت وخلاص الميل جه النتيجه بتاعتي جوه افتح ولا ما افتحش انا لازم اعرف اتصرف ازاي وفي الاخر قررت ان انا هبقى شجاع وهفتح الايميل الحمد لله السلام في الاخر قررت ان انا افتح الايميل تاني ولما فتحت الايميل لقيت مكتوب مستر محمد سلام congratulations وانا من كتر التوتر ما ترجمتش ان congratulations دي يعني مبروك يعني كانها تحيه طيبه وبعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يعني مبروك اي حاجه انما مش يعني مبروك اكيد مبروك يبقى خلاص مش هقول مبروك يا اسف احنا ما احترمكش اكيد بس انا من كتر التوتر ما ترجمتش ده خالص وابتديت اقرا الميل عادي فلقيت مكتوب بقى only 199 other مش عارف people الاول ما قريت 99 ابتديت اترجم ان انا واحد من الناس اللي اختاروني وقمت معيط على طول كنت لوحدي في البيت وقمت غسلت وشي وقعدت اتنطط شويه في الصاله ولسه ما قريتش الميل اصلا انا بس يعني شفت اول اربع كلمات وقمت راجع على الكمبيوتر على طول عشان اكمل بس طبعا قبل ما اكمل الميل كان لازم في حاجه مهمه جدا اعملها كاي واحد مصري دخلت على جوجل عشان اشوف رائد الفضاء بياخد كام في السنه. هتدوني كام في السنه؟ اول حد ما كانش انا متاكد. والكلام ده
كان في 2015 كان الدولار ساعتها بسبعة على شوية دلوقتي. دولار كملت الميل وعدت ورا اسمي تاني للمرة 16 اتأكد واقول تكونش يا واد غلطة اتش ار زي اللي بيعملوها هنا اللي هو عارف لما يبقى في لسته كده معلش اسمك جه في اللسته غلط بس معلش انت مش هتطلع معانا رحلة الاسماعيلية الحاجات دي يعني ايه احنا كنا 200,000 100 معقول وانا ورا الميل تاني ميل تاني من مارس وان برضه فقمت مزعق في الكمبيوتر ليه في ميل تاني جه؟ هل هو ده الميل هيقول لي للاسف ما غلطت او بتاع؟ انتوا عايزين تسجل انتوا لسه بعتوا لي ميل حالا يا جماعه انا مش عايز افتح الميل التاني. فتحت الميل التاني ولقيتهم طالبين صوره عايزين صوره هاي ريزولوشن عشان هينزل في الفيديو اللي هو كمان 3 دقايق. يا ريت نشغل الفيديو الاولاني لان ده الفيديو اللي نزل يوم 16/2/2015. أتأكد إن الصور موجودة، شفت في صور اتعرضت بسرعة، معرفش بقى حد أخذ باله، أنا شخصياً وقتها يعني أنا ما خدتش بالي خالص، وقعدت بقى أمشي فريم باي فريم لحد ما إيه لقيت الوحش. وقبل ما أنام قبل ما أنجح قبل ما أوصل لـ 100 شخص، كان في 10 من مصر في 660، وده كان بالنسبة لي حاجة كبيرة جداً، أنا كنت فاكر إن أنا في البابل بتاعتي أنا الوحيد اللي في البلد دي بحب علوم الفضاء. إذن دو أنا عارف إن دكتور فاروق باز اشتغل مع ناسا، دكتور عصام حلفي وغيرهم من الدكاترة اشتغلوا برا بيساهموا في حاجات كتير ليها علاقة بالريسيرش علوم الفضاء، إنما هنا أنا بالنسبة لي كنت معرفش أول ما سمعت عن أحد تاني بيتكلم عن صواريخ أو فإن كان في 10 يعني 9 غيري، دا
ده بالنسبه لي كانت حاجه جميله جدا. كان في عرب كتير على فكره، كان في بنت من فلسطين، كان في بنت من المغرب، كان في ولد من السعوديه، ولد من الامارات، كانت حاجه مشرفه جدا. وقتها كنت بدعي، لو فتحت الميل واكتشفت ان انا ما نجحتش، يا ريت يا رب يكون في حد مصري غيري موجود او عربي، لان احنا محتاجين تمثيل في بروجرام زي ده، خصوصا دي بيعتبروها بره الخطوه العملاقه قادمه للبشريه. طبعا انا لما فتحت الميل ولقيت ان انا اختاروني، قلت بس خلاص مش عايز بقى حد مصري تاني، تمام كده. بعد ما شغلت الفيديو ده جالي تليفون من نمره انون، وعشان المكتب كان انشورنس كومباني، ففي ايجنتس كتير ماشيه عماله بتكلم في كلاينتس وبتاع، فصيت عليه، قلت واخد التليفون ونازل تحت واقف على باب العماره، ونمره بالحد يكلمني من بره، قمت راضي الو، فصوت بنوته لطيفه كده، مستر محمد انا يا فندم مين؟ قالت لي انا فلانه فلانيه من بي بي سي لندن. قالت لي مبروك الترشح، واحنا عرفنا الاخبار، طبعا الناس بره بتعرف الاخبار دي بسرعه جدا، واحنا كنا حابين ان احنا نعمل لقاء مع حضرتك النهارده الساعه 8 الا ربع. فبقول لها لقاء ايه؟ قالت لي ان يعني هتطلع تتكلم مع فلانه الفلانيه في برنامج عن الترشح بتاعك، قلت لها بي بي سي؟ قالت لي ايوه. فانا اتخضيت، قالت لي خير؟ يعني في تيم مش فاضي او حاجه؟ قلت لها لا، بس انا حاسس ان انا اتخطفت، يعني انت لسه مدياني قنبله بي بي سي لندن بيتكلموني، وبعدين كمان عايزين نطلع بالليل. فقالت لي ذاتس فاين، يعني احنا هنبعت لك سواق. قلت لها طالما كده الاثنين هنبعت لك سواق. ف مقهر جدا، انا مش فاهم، انا لسه يعني مش فاهم ان ده ممكن يحصل. وانا بديها العنوان بقى عشان السواق يجي بالليل، جالي تليفون تاني، نو جوك مش بهزر، جالي تليفون تاني، قفلت معاه على طول، اخدت التليفون التاني، صباح الخير، صباح النور يا فندم مستر محمد، يا فندم انا فلانه الفلانيه من سكاي نيوز. قالت لي مبروك بلا 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 بلا، و احنا كنا عايزين حضرتك النهارده تطلع في برنامج فلان الفلاني تتكلم عن التجربه دي. قلت لها الحقيقه انا مش فاضي، عندي بي بي سي بالليل. الكلام ده ورد على حضرتك؟ فقالت لي طيب، طب يناسب حضرتك بكره الساعه 1 الظهر؟ قلت لها هتبعت لي سواق؟ قالت لي طبعا يا فندم انا هبعت لك سواق. خلاص اتفقنا، طبعا بنحط شروط كده تمام. وبعدين قفلت التليفون وقعدت على السلم بتاع العماره، وبقيت مش فاهم يا شباب ازاي من 5 دقايق بس انا كنت ولا حاجه، جاست انذر ايجنت، ودلوقتي في قنوات عالميه مهتمه ان هي تطلعني في البرنامج بتاعها، وده اتس ا فاين لاين. طول عمري كنت بسمع عن سبيكرز او ناس بتتكلم او ممثلين او لعيبه كوره ويطلع يقول انا حياتي اتغيرت في 5 دقايق وحاجه اوكي فيري انسبريشنال واو وبتاع، بس ايوه حضرتك يعني انا اعمل ايه عشان اخد ال5 دقايق دول؟ عمري ما عرفت الموضوع ده، وما جاش في بالي غير لما قعدت على السلم وقمت فاكك كربطه فاتحها ومبقتش فاهم ايه اللي بيحصل. طب انا هطلع بالليل اقول ايه للناس دي؟ يس انا بحب الفضاء اكتر من اي حد في الدنيا، يس ام ديترمند ان انا اكون واحد في البروجرام ده، يس اي ونت تو جو تو مارس تو سيرف هيومانيتي اند ديسكفر حاجات كبيره جدا فور ساينس، واخدم بيها البشريه كلها وازاي نحل مشاكل الكوكب ده، يس كل ده في دماغي، بس انا ما اعرفش اقدر اكون الشخص ده ولا لا. وطلعت فتحت اللابتوب، فتحت فيسبوك، واكتشفت ان في حاجه زي اكتر من 35 40 مسج جايالي من
ريبورترز وقنوات وكل الناس كتير جدا بره مصر وجوه مصر عايز تعمل معاه ارتكلز وريبورتس. و اعتقد الشهر ده يمكن انا عايش مع اخويا ما شفتش اخويا خالص الشهر ده من كتر الانترفيوز اللي كنت بعملها. وانا I wasn't seeking fame يعني انا مش عايز ابقى مشهور يعني انا مش مبسوط قوي ان انا بطلع بقى في التلفزيون وامشي بقى عشان الناس تشاور عليا لا خالص. انا كنت بروح البرامج دي عشان to spread the awareness about the space industry. بصوا يا جماعه الناس بره بتعمل ايه واحنا لازم نكون جزء من ده لان احنا مصريين احنا مش اقل من الناس دي. كان بالنسبه لي ده هو اللي انا عايز اقوله. طبعا بغض النظر مش هنتكلم عن الصدمات العنيفه اللي خدناها في التلفزيون المصري ولكن ده كان الجول يعني. كرنتلي احنا 100 شخص السنه اللي جايه في امتحانات الصيف دي امتحانات الفاينل هختاروا منها 24 شخص وحاليا احنا ال 100 دول متقسمين 50 ولد و 50 بنت ولما يختاروا ال 24 هيختاروا 12 ولد و 12 بنت. ولما بقول حاجه زي كده في التلفزيون يقولوا لي ايوه عشان هتتجوزوا بقى بعضيكوا فوق. انا انت ما اتكلم يعني ممكن اتجوز هنا يعني مش لازم استنى ل 2031 عشان اروح كويس فوق. فلا الموضوع كله ان هو لما تيجي تمثل البشرية في خطوة على الواقع زي دي في مكان غير الوطن بتاعنا اللي هو كوكب الأرض you need to be free. لازم تبقى percentage 50-50 يعني كوكب مش بيعيش عليه ولاد بس ولا بنات بس كل حاجة البروسس ماشية 50-50 وال 24 شخص اللي اختاروهم هيقسموهم ست فرق. الست فرق دول 16-4 يعني هيقعدوا يتمرنوا من سنة 2020 لحد 2021 PhDs in engineering ميديسن هيدرسوا كل حاجة حاجة وتفكها ازاي تصلح أسنان أي حاجة تتخيلوها زراعة. حد شاف فيلم ذا مارشن؟ طول الوقت كان بيزرع كل الحاجات دي ال 24 شخص دول هيتعلموها لأن بيسكلي بيعملوا منك زي سوبرمان صغير كده لأن أنت وانس يو جو تو أنذر بلانت مارس أر واحد فيك هيبقى بينك وبينه حوالي 140 مليون ميل مش هينفع بقى تدفع سماعة التليفون وحبيبي لو سمحت يطلع لي البطاقه من المساله عشان حشرت مفيش بقى في الراجل ده. انت لازم تفهم كل مسمار في الهابيتات او السيتمنت بتاعتك بيعمل ايه لو باظ ازاي اصلحه. It's really scary. الموضوع صعب مش سهل. ال 24 شخص عايزينهم يكونوا as diverse as possible عايزينهم يكونوا متنطورين ودي في صالح سنة صغيرة لأن أنا العربي والمصري الوحيد اللي موجود في البروجرام فهم يهمهم إن حد من الريجن ده يكون موجود بس ده مش doesn't guarantee any spots خصوصا إن إحنا 7 من أفريقيا 5 من جنوب أفريقيا وولد من نيجيريا وأنا من مكرم عبيد هنا. ف it's really scary yes. Is it doable? Yes. بس كل الحماس اللي عندي ده مش هيكتمل غير بالتمرين. لو حد جه قال لي النهارده خلاص we found a way ان احنا نروح لمارس الشهر اللي جاي pack your bags هقول له لا انتوا مجانين انا ما اقدرش اخاف. ليه؟ لان مش متعود ان انا نمره واحد اقعد لوحدي في مكان يسهل ومعايا تيم وكل حاجه بس فكرة إن أنا أروح أقعد في مكان بعيد عن البشرية ده محتاج تمرين كتير قوي في وي تو أبزورب الموضوع ده. أي حد فينا لما بيسافر في الصحراء حتى لو قرر إن هو يسافر لوحده مخنوق شوية أو حاجة وبيسافر لوحده يومين ثلاثة أوكي بتاخد معاك كتاب عشان تقراه الصبح تفطر بعدين تنزل المية شوية بعدين مخك محتاج ستيميليشن لازم أي حاجة فتقعد تحاول تتعرف على ناس حتى الراجل اللي بيعمل لكم شويه بتمسك تليفونك تقعد تكلم ناس بقالك كتير ما كلمتهاش مخك عايز يشتغل. فكره ان انت قاعد لوحدك دي صعبه جدا ومحتاجه تمرين رهيب. نمره اثنين I'm not ready emotionally انا مش جاهز دلوقتي الناس اي حد سمعت عنه في كوكب الارض اي حد قريت عنه قبل كده هو ده المكان اللي خارج منه. عمرنا ما سمعنا عن اي بني ادم او اي حاجه بره الكوكب بتاعنا.
فان انت تقرر انك تبعد عن كل ده لا موضوع صعب جدا. والتمرين ال 11 سنه ده هيكون كل سنه في منهم 3 شهور ايزوليشن، مين انت والثلاثه اللي معاك التيم ده هتدخلوا جوه تشامبر وهيعملوا كذا سيميليشن للاوت بوست او للسيتلمنت اللي هتتبني على مارس. هيعملوا له سيميليشن داخلي كزيها هنا على الارض في لوكيشنز مختلفه بتمثل different seasons on Mars. فممكن تبقى حاجة مثلا في الأردن عشان لما يكون فيه دوس ستورمز أو كده on Mars ده يكون simulation ده زي حاجة في أنتاركتيكا عشان لما يكون فصل الشتاء on Mars تقدر تعيش حاجة زي كده. وتدخل 3 شهور انت بالتيم بتاعك ويبقى فيه transmission delay at least 20 دقيقة ويفضلوا يحطوك في مشاكل طول الوقت ويشوفوا ازاي هتتصرف. ولو نجحت وبقيت واحد من 24 ده مش معناه ان انا كده وصلت، ده معناه ان انا كده ببتدي. فكرنتلي I'm not looking for الخطوة بتاعت ان انا هركب الصاروخ واروح كوكب، ما فكرش في الكلام ده خالص because it's a dead end. لو قعدت افكر في ده اكيد هسيب البروجرام. اكتر نقطه بتخليني اسال دايما في جزئيه اللونج تيرم سبيس ترافل مثلا هي جزئيه ازاي الهيومن بودي هيقدر ان هو يسرفايف في السبيس انفايرمنت. يعني هي المايكروجرافيتي فوق لما يفضل مثلا الاسترونوت مسافر 8 9 شهور لغايه مارس مثلا، فالبادي نفسه هيتاثر بحاجات كتير منها المسل اتروفي ومنها الفيك، ممكن يحصل حاجه في البرين، الهارت نفسه، المسل الماس نفسها تتغير، كل التفاصيل دي ازاي حاجه زي كده نقدر نتغلب عليها يعني. It's an excellent question. الأكبر المشاكل اللي بتواجهنا دلوقتي في the research of sending humans to Mars أو deep space أصلاً flights هو الناحية الميديكال. الريسيرش عليها قليل جدا، احنا في حاجة بتلف حوالينا لاب كبير اسمه International Space Station محطة الفضاء الدولية. لا يوجوالي أي رائد فضاء بيقعد حوالي 5-6 شهور، كل اللي مطلوب منه ان هو يعمل اكسبيرمنتس كتير ويفضل يقيس حاجات في جسمه ويشوف التغيرات والراديشن بلا بلا بلا، كل اي تجارب عايزين نعملها بنعملها في انترناشونال سبيس ستيشن. حتى الزرع عشان نفهم احنا نقدر نزرع فعلا على مارس ولا لا قدروا يعملوا يزرعوا على انترناشونال سبيس ستيشن. فالحته الميديكال دي ما عندناش عليها انف داتا، ودي من اكتر الحاجات اللي معطله ان احنا نبتدي اكشن ناخد الخطوه دي. ف ذا وان واي ميشن اللي هي بتقدمه غير الكوست والمخاطر والكلام ده كله، نمره واحد وي نو هاو تو جيت تو مارس اتس بين دان بيفور قبل كده زي ما قلت لك في ساتلايتس كتير وروفرز ومش عارف ايه، واكتر من 40 ميشن امريكا عملتها عشان تروح لمارس اعتقد 16 او 18 بس اللي نجحوا منها. ف يعني هيومانيتي از لوزينج تو ذا ماشين. بس في الاخر في كذا مشهد وصل، فاحنا عارفين ازاي نوصل هناك. وزي ما شفتوا في الفيديو عمليه اللاندنج دي اكتر عمليه معقده من ناحيه التكنولوجيه، هي اصعب حاجه في المشهد كلها. السبع دقايق اللي هي ساعتها الكرافت بتدخل الاتموسفير وتبتدي تطلع نار عشان الاحتكاك بالاتموسفير والحراره، وبعدين زي ما شفتوا بقى عمالين بيتشقلبوا، الباراشوت يفتح، روكت بوسترز بينزلوا مش عارف ايه، اي حاجه ممكن تخلينا نوصل السفينة بسلام. بس لو احنا رايحين في فورجو ديريت ستي فاهمين الريديشن، احنا ذاكرنا حاجات كتير انكلودنج الريديشن واللي بيعمله في جسم الانسان. I don't wanna be boring يعني، بس سريعا كده ناسا وايزا اللي هي روكيت سبيس ايجنسي حاطه ليميت معين للريديشن اكسبوجر لجسم البني ادم، الوحده اسمها ميلي سيفر. فهم حاطين لما رائد الفضاء يوصل ل 1000 ملي سيفر، this means the career limit بتاعك. ما تقدرش تتعرض للريديشن بعد كده لان هيبتدي الاورجنز بتاعتك تبوظ. فمن الميشنز اللي راحت لمارس اسمها كيريوسيتي الروبوت اللي اتفرجت عليه في الفيديو، كان في عداد بيقيس هو اتعرض قد ايه للريديشن، واكتشفنا انه في السبع او ثمان شهور دول اتعرض لحوالي 360 364 ملي سيفر. وفي الميشن ستراكشر بتاعنا يعني هنقول فاضل مثلا 660 ميجا سيفرت على الكريم، ففي الميشن ستراكشر بتاع مارس 1
It's designed in رايد الفضاء ما يتعرضش لأكثر من 11 ملي سيكند في السنة لو مشي على جدول معين. الجدول ده إن إحنا نخرج ساعة واحدة بس من الهابيتات بتاعتنا نشتغل، أو أكشلي هي 8 ساعات في الأسبوع. فأنت ممكن تخرج ساعة كل يوم أو ساعتين النهاردة وما تخرجش بره وهكذا. المعدل ده وصلت ل 11 ملي سيفرت، لو مثلا 660 على 11 هتلاقي انت عندك حاجه زي 58 سنه تقدر تعيشها، بس ده if we're going for a one way. ما عندناش، عندنا زيرو داتا. لو احنا لقينا حل ازاي نقدر نرجع تاني التاثير ده على جسم الانسان هيبقى عامل ازاي؟ We really don't know. لان basically انت بتبقى عايش على مارس مثلا بقالك فتره من سنه مثلا بتعمل ريسيرش، فالجرافيتي بتاعت مارس عليها 40%، جسمك هياخد على كده ديفينتلي، البون دنسيتي هتتغير، المصل ماس بتاعتك هيتغير، الفيجن بتاعتك هتتغير، السمع بتاعتك هيتغير، لان الاتموسفير بتاع مارس مختلف، والساوند ويف بتسافر ابطا من الساوند ويف بتاعتنا على الارض. فكل الاورجنز بتاعتك هتبتدي تادجست على الانفيرمنت الجديد. صادقني هترجع على الكوكب الارض كل حاجه 100%. ما عندناش اي فكره ان ده هيأثر على البني ادم ازاي. مره واحده هتلاقي نفسك تقيل، بدل ما وزنك كان 38 كيلو على المليل وانت بتعض على كده بقالك سنه، بقى وزنك 100 مره واحده وانت ما عملتش اي حاجه. كل حاجه تسمعها بتبقى عاليه جدا لان انت ودنك متعوده على صوت الموت بقالها شويه. الفيجن، كل الكلام ده، في حاجات كتيره جدا مش هنقدر ندرسها غير لما اكشلي نبعت حاجه زي ما عملوا في الاول، بعتوا لايك كلب عشان يعملوا اكسبيرمنتس وفران و اعتقد ان الريسيرش ده من اكبر العوائق عندنا، فما عنديش اجابه محدده للاسف، بس this is part of the game. ودي حاجه من الحاجات الحلوه للسبيشال اندستري، ان خلى عندك ريسيرشرز كتير عايزين يعملوا ريسيرش عشان نحاول نفهم ايه ممكن يحصل في المستقبل. طيب بالسهولة دي، خصوصا ان على فكره لو فعلا خدنا الخطوه دي وهتطلع مع الجروب بتاعك مع الثلاث اشخاص تانيين،
احنا كلنا انا والبيت شخص تقريبا بنتكلم على الاقل مره كل شهر او مره كل اسبوعين، ومقتنعين ان الخطوه دي هتكون من مصر للبشريه. يعني مفيش حد اسمه مصري وحد اسمه امريكاني، مفيش حد ابيض وحد اسمه، مفيش حد مسلم وحد مسيحي. احنا كلنا بنمثل البشريه ونحاول نعمل جول واحد لكل البني ادم. فياس اكيد هيكون معايا العالم بتاعي وهكون مبسوط بحاجه زي كده، بس في نفس الوقت مش هيكون في حدود بيننا وبين الناس. ما حلول عدد.